علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل. يا جماعة، العجز والكسل بفرط الحقوق، بضيع حقوق الناس، بضيع حقوق القريب والبعيد، حتى بيروح الإنسان حقوق نفسه، بضيع الإنسان كل الحقوق من خلال العجز والكسل. نعوذ بالله من العجز والكسل. كثير من الناس فرطوا بحقهم، وفرطوا بحق أبنائهم، وفرطوا بحق الأقرب إلهم، حق الوالد، حق الوالدة، حق الزوج، حق الزوج، من خلال الكسل. كسل، ما نقدر، ما هلأ، تعبان، نعسان، بدي نام، ما بدي روح على الشغل. هذا تفريط، بعده تفريط، بعده تضيع، ضاعت الأسرة، ضاع البيت. بسبب إيش؟ بسبب كسل. ما في شيء، لا مريض هو ولا في شيء. وبعضهم تحول عالي على المجتمع من خلال الكسل، ما عندي مال، في متطلبات في الحياة، في مصروفات، في مال، بحاجة لإنفاق، بحاجة لنفقة، شو ساوى؟ رح يمد إيده للناس. لا يا أخي، الله يرضى عليك، أنت وصفك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنك ذو مرة سوي. وذو مرة سوي يعني ذو همة وسوي، ليس عنده مرض، ليس عنده عاهة، ليس عنده أوجاع. الحمد لله بخير، أنت بصحة، مرضك الكسل بس، ما بصير الصدقة إلك، ما بصير نعطيك الصدقة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا، حذرنا لا تعطوا الصدقة. لمين؟ لذو مرة سوي. أنت أصاحب قوة، صاحب همي، ما شاء الله قوتك فيك، ما بصير. أنت روح مرضك الكسل، روح عالج مرضك، عالج مرضك بالهمة، بالتوكل على الله، استعذ بالله من الكسل ومن العجز. واعلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ما تكون عاجز، وخليك أنت اليد العليا. موضوع شوف شقد بتتغير حياتك وتنطلق إلى العمل. شلون نفسية زوجتك وقت أنت بتنطلق للعمل؟ كيف نفسية أولادك وقت بتنطلق للعمل؟ العمل خير، العمل قوة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل عن عمله، فإن قيل لي لا يعمل سقط من عيني. دير بالك يا حبيبنا، الله يرضى عليك، هذا الكلام مهم للرجال، وهذا الكلام مهم للنساء. كثير من النساء فرطت في حق أسرتها وتعليم والترتيب البيوت، وصار مشاكل. بقول لك أنا والله لا أشتكي عليها خلقا ولا خلقا، لكن عندها كسل، عندها عجز، عندها تواكل، عندها تسويف، روحت البيت من وراء هذا الشيء. بدنا نكون نحن باعتدال، باعتدال الرجال والنساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا على طاعته، وأن يقوينا على أمور الحياة هذه. بنات ما ياخذ الأماني هنيك، بعدها جايتنا نومي طويلة، أمامنا نومة صباحها يوم القيامة، ما نستيقظ إلا على النفخ بالصور، على ما على سماع الجوال والساعة، لا، على النفخ بالصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في ذاك اليوم، وأن يرحمنا اليوم، وأن يرحمنا في كل يوم، إنه هو الرحمن الرحيم.